اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. تأتي الأحلام كنافذة صغيرة تطل على أرواحنا وتدرك كل ما يجذبنا وما يتعبنا أيضا. فبعض الأحلام يأتي من عالم وردي مليء بالحب وبالتفاصيل التي تعزف على أوتار قلوبنا، بينما تخلق الكوابيس من تلك الأشياء المدفونة والمكبوتة في أقصى زاوية من القلب. لكن هل للأبراج الفلكية علاقة ببعض الأحلام التي تراودنا عند اللجوء إلى النوم؟ هذا ما سنتعرف إليه في هذا الفيديو الذي سيكشف لنا عن طبيعة وأسباب بعض الرؤى التي يراها مواليد الأبراج وفق ما يقوله عالم الفلك. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد فور نشره. نوعية أحلامك بحسب برجك الفلكي. برج الحمل: تشبه أحلام مولود برج الحمل إلى حد كبير حياته الواقعية، لكن الفرق يكمن في كونها أكثر خطورة وإشباعا لرغبته في عيش المغامرة. وكثيرا ما يتعرض مولود هذا البرج لعدة مواقف محرجة قد لا يتسنى له الرد عليها بشكل يشفي غليله ويريح باله. لهذا السبب سيرى أثناء نومه بأنه يقوم بأعمال متهورة تتطلب الكثير من الشجاعة، لتكون تلك الأحلام فرصته للتعبير عن مدى سخطه واستيائه من الواقع المعاش، كما إنه سيجد بها كل المتعة التي يرنو إليها في حياته. برج الثور: ستبدو الخسارة أمرا في غاية الصعوبة بالنسبة لمولود برج الثور، حتى حين يكون غارقا في أحلامه، حيث سيحلم مولود هذا البرج بأنه يقف في أحد المتاجر الكبيرة ويقدم على شراء كل ما يرغب به. فحبه لاقتناء الأشياء لن يقتصر على حياته الواقعية وحسب. وبما أن مولود هذا البرج يحاول إخفاء مشاعره تجاه من يحب والتظاهر بالبرود، إلا أنه لن يتمكن من الهروب من أحلامه الرومانسية التي تراوده دوما وتجمعه بالشخص الذي يثير إعجابه في الواقع ويشغل حيزا من أفكاره. برج الجوزاء: إن شغف مولود برج الجوزاء في البقاء نشطا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي واهتمامه بالبقاء على اتصال مع العديد من الأشخاص سيسرق جزءا من أحلامه. فمن الممكن أن يرى نفسه عاجزا عن الاتصال بأحد ما لأمر ضروري، كما قد يراوده حلم بأنه تلقى اتصالا منتظرا من شخص محدد، لدرجة أنه سيصعب عليه التمييز بين الحلم والواقع إلى حد بعيد. لذا لن يتمكن مولود الجوزاء من تذكر أحلامه القريبة للواقع بشكل كبير والتي تجسد شخصيته الحقيقية وتصرفاته المعتادة. برج السرطان: تحتل الرومانسية الجزء الأكبر من أحلام مولود برج السرطان عند النوم بشكل شبه يومي، فمشاعره الرقيقة وميله لمساندة أصدقائه وأفراد عائلته سيؤثر على مخيلته، ليتهيأ له دوما بأنه المنقذ الوحيد لكل من حوله، كما سيرافقه خيال الشخص الذي يحبه كل ليلة. ومن الجدير بالذكر أن مشاعر الحزن والاكتئاب
على فراق شخص ما لن تبقى طي الكتمان، بل ستترجم على شكل كابوس مزعج يزيد من قلق وتوتر مولود برج السرطان ويدفعه لمشاركة حزنه مع الآخرين. برج الأسد. يشغل مولود برج الأسد نفسه بالتفكير فيما يجب عليه فعله كي يصل إلى القمة ويكون شخصا مميزا، وكما يولي اهتماما كبيرا لتحقيق النجاح في حياته المهنية، ولهذا السبب سيرافقه الحماس وحب النجاح إلى أحلامه، فقد يرى بأنه في لقاء عمل مع أهم الشركات في العالم، أو أنه قد حاز على منصب أعلى في العمل. وفي بعض الأحيان تكون أحلام مولود برج الأسد بعيدة عن الواقع وخارجة عن المألوف، كأن يرى نفسه ملكا في أحد العصور القديمة. برج العذراء. سيحتل حب مولود برج العذراء لمساعدة الآخرين حياته الواقعية وأحلامه أيضا، فتفكيره الدائم بغيره وسعيه لإيجاد حلول لمشكلاتهم سيؤثر على نوعية أحلامه، وسيسرق منه الفرصة للتمتع بشيء خاص به حتى وهو غارق في النوم. لذا سيكون مولود برج العذراء بطلا في الخيال أيضا، ولكن رغبته في الوصول إلى الكمال وتحقيق المثالية في الحياة ستتجسد على هيئة كوابيس مزعجة تعم فيها الفوضى وتخرج جميع الأمور عن سيطرته. برج الميزان. يحاول مولود برج الميزان تجاهل كل ما قد يهدد أمنه واستقراره، كما يسعى للهروب من اتخاذ القرارات الصعبة التي تعد بمثابة تحد بالنسبة إليه، لكن كل أمر يسعى للهرب منه في الواقع سيلاحقه ليعكر هدوء أحلامه ومناماته. هذا هو السبب في تعرض مولود برج الميزان للكوابيس المرهقة التي يصعب عليه التعامل معها في الحياة الواقعية، فقد يجد نفسه مثلا مضطرا لاتخاذ قرار يتجنب التفكير به في الواقع، ليستيقظ صباحا ويتنفس الصعداء حين يدرك أنه في أمان. برج العقرب. بقدر ما ستكون أحلام مولود برج العقرب مخيبة للآمال، بقدر ما ستساعده لإشباع الفضول الذي ينتابه حيال بعض الأمور، حيث ستأتي بعض الأحلام كإجابة على عدة أسئلة تدور في ذهن مولود العقرب، وسيكون قادرا على التنبؤ ببعض الأمور بسبب أحلامه القريبة من الواقع، حيث يعتبر مولود هذا البرج أن رؤاه هي مصدر إلهام له، كما إنه يؤمن بأن عليه الابتعاد عن كل شخص يحاول أن يؤذيه في عالم الخيال وأن يستبعده من دائرة حياته الاجتماعية وللأبد. برج القوس. سيكون لحب المرح والمغامرة أثر كبير في أحلام مولود برج القوس، حيث سيغوص مولود هذا البرج بخياله الواسع في بحار الأحلام المليئة بالإثارة، وسيرى نفسه في عديد من بلدان العالم وبرفقة بعض المشاهير أحيانا، لهذا ستكمن كل معاني المتعة في الأحلام التي تراود مولود برج القوس لينجز فيها ما يصعب الحصول عليه في الواقع، وعلى الرغم من أن بعضا منها قد يبدو بلا معنى، إلا أنها ستكون أفضل جزء في يوم مولود القوس، خاصة إن كان يعاني من بعض القيود والالتزامات في الحياة العملية. برج الجدي. يقضي مولود برج الجدي أغلب وقته في العمل، ولهذا السبب سيفتقر لأوقات الراحة والاسترخاء، وسيبقى عقله في انشغال تام بأمور العمل
حتى في الوقت الذي من المفترض أن يكون مخصصا للراحة وللنوم. لذا قد يعاني مولود برج الجدي الذي يسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من الإنجازات، قد يعاني من بعض الكوابيس حول تعرضه للإرهاق والتعب أو حول خسارته للمنصب الذي يشغله، وقد يرى نفسه كثيرا غير قادر على تحقيق أهدافه. لذا عليه أن يهون على نفسه كي ينعم بأحلام هادئة وسعيدة. برج الدلو. تراود مولود برج الدلو نوعان مختلفان من الأحلام، فإما أن يرى أحلاما أبعد ما تكون عن المنطق أو أنها تتصف بالمتعة والقرب من حياته الواقعية. ولحسن الحظ فإن مولود هذا البرج يجيد التعامل مع الأشياء الغريبة بسبب حبه للتميز والاختلاف، لذا سوف يتمكن من تجاهل بعض الكوابيس المريعة التي تعبر عن رغبته في تغيير الواقع، وفي بعض الأحيان تأتي رؤاه من النوع الرومانسي والتي ستكون مصدر إلهام له ليتمكن من تحديد طبيعة مشاعره تجاه شخص ما. برج الحوت. يسرح مولود برج الحوت كثيرا في أحلام اليقظة حين يجلس وحيدا بمعزل عن الناس، فخياله الخصب سيساهم في تصوير حياة أفضل يحقق من خلالها كل ما يرغب به، ليكمل تخيلاته ويزيدها إبداعا عند لجوئه إلى النوم، حيث سينتقل إلى عالم الأحلام الوردية المليئة بالحب والأشياء اللطيفة. فقد يرى نفسه زائرا للعديد من بلدان العالم، أو قد يحقق حلمه في الوقوع بحب الشخص الذي يثير إعجابه في الواقع. لذا ستكون أحلام مولود برج الحوت كالسحر الذي يخفي من حياته التعب ويدفعه للاستيقاظ صباحا مع ابتسامة عريضة تعتلي وجهه. كانت هذه هي نوعية أحلامك بحسب برجك الفلكي. اكتب لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج تنتمي أنت، وما رأيك بما يقوله الفلك عن أحلامك الخاصة؟